I didn't hate her. Not because I hated her. It was because I wanted to escape her. جلادة أم ضحية؟ قامت هذه الفتاة بقتل والدتها بمساعدة صديقها بسبب تعرضها للإساءة، فهل هي جانية أم مجني عليها؟ جيبسي روز فتاة أمريكية تبلغ من العمر 21 عاماً، منذ ولادتها تزعم والدتها ديدي أنها مصابة بسرطان الدم والربو وضمور العضلات وحساسية من السكر نتيجة تعرضها لمضاعفات أثناء ولادتها تسببت في تلف الدماغ وإصابتها بقدرات عقلية كعمر 7 سنوات. كانت الأم تحرص على حلق رأسها بشكل منتظم لتبدو وكأنها خضعت للعلاج الكيميائي، وأجبرت الفتاة الصغيرة على استخدام كرسي متحرك على الرغم من أنها لا تحتاج إليه. كانت تذهب بشكل مستمر للأطباء لكي تجري لابنتها عمليات جراحية غير ضرورية، فكانت تعطي ابنتها الأدوية التي تسبب لها الأمراض، وفي أحد المرات تسبب الدواء في فقد أسنانها وضمور في العضلات، مما أثر على أعصاب جسدها بالكامل. والغريب أن الطفلة كلما حاولت المشي كانت تعاقبها والدتها كي تبقى جليسة الكرسي المتحرك. وبالفعل صدقت الطفلة والدتها بأنها مريضة سرطان وتعاني من ضمور في العضلات. كبرت الفتاة الصغيرة وبدأت تشعر بتغيرات في جسدها، وذهبت لأحد الأطباء لمعرفة ما يحدث معها، وهنا اكتشفت نتائج سلبية عن إصابتها بأي مرض. صدمت الفتاة وحاولت التخلص من تلك الحياة لكنها فشلت، فكانت الأم تحاصرها من أجل الاستفادة من مرضها والحصول على تبرعات مقابل علاج ابنتها. She got jealous because I was spending a little too much attention on him and she had ordered me to stay away from him. وعندما بلغت عامها 21 تعرفت على شاب عن طريق مواقع المواعدة على الإنترنت ويدعى نيكولاس جودي جون، وبدأت تروي له ما حدث لها بالتفصيل وعن حياتها السيئة، فقرر الشاب أن يذهب معها إلى منزلها للتخلص من والدتها حتى يتمكن من العيش معا. وبالفعل سهلت الفتاة دخول صديقها إلى المنزل وقام بطعن والدتها 17 طعنة حتى فارقت الأم الحياة. وبعد الحادث بفترة قليلة نشرت الفتاة على صفحتها عبر الفيسبوك أنها تخلصت من والدتها وقتلتها. علمت الشرطة بما حدث وقامت باعتقال الفتاة وصديقها، وتم التحقيق معها وحكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة القتل من الدرجة الثانية، بينما صديقها بالسجن المؤبد. I didn't hate her. Not because I hated her. It was because I want to escape her. شاركنا برأيك، هل الفتاة جانية أم مجني عليها؟